انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة مع الشيف التركي بوراك أثناء زيارتها للمطعم الخاص فيه بدبي، وظهرت أصالة بالفيديو بحماس كبير أثناء تواجدها إلى جانبه هو وعم بحضر إحدى الوجبات على طريقته الخاصة، وتداول الفيديو عدد كبير من محبي أصالة وبوراك، وكانت التعليقات كلها داعمة لإلن. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.